ينضم إلينا من الكويت المحلل السياسي سيد عارف اليافعي. سيد عارف، موافقة الحكومة الشرعية برئاسة هادي عودة أو العودة إلى المفاوضات والمشاورات في الكويت، ماذا تمثل؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. هي تمثل رغبة الحكومة اليمنية وجديتها ب يعني مواصلة المشاورات و التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي في هذه الجولة الثانية من المفاوضات بعد محاولة الحوثيين وأنصار المخلوع إفشال هذه المفاوضات بعدم تقديمهم أي تنازل، ويعني قيامهم بعرقلة أي اتفاقات وتنصلهم منها. الحقيقة أن جت هذه الموافقة بعد أن قدم ولد الشيخ كتاب يضمن يعني يضمن للحكومة اليمنية أن المحادثات في الكويت ستكون وفق المرجعيات الأممية والخليجية اللي هي المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وأيضا مخرجات الحوار الوطني. فجاءت الموافقة أيضا والإثبات نية الحكومة اليمنية أنها تريد السلام ولا تريد الحرب. نعم، لكن على الصعيد الميداني في هذه المشاورات تعود وفد الانقلابيين والميليشيات الحوثية والمخلوع على عرقلة المشاورات وأيضا التحايل واستغنام أكثر الفرص وأخذ الكثير من الوقت. في حال لو حدثت المشاورات في الكويت مع وفد الميليشيات الانقلابية والحوثيين عرقلة أخرى وأيضا تحايل آخر، ماذا بشأن أيضا الوفد الشرعي؟ من المفروض ان الوفد الشرعي سينسحب فورا، لانه صرح انه لن يسمح باضاعه الوقت ولن يدخل في مفاوضات عظيمه وطويله يعني دون جدوى. وايضا ولد الشيخ قال في كلمته الافتتاحيه هذه الليله ان المشاورات ستستمر اسبوعين، وهذا يعني يمكن اول مره يحدد فيها المفاوضات، وطالب طالب الوفد او الوفود يخرجون يعني يثبتوا نواياهم ويبرهنوا لليمنيين انهم يعني يقدمون مصلحه اليمن عن مصلحتهم. لكن اعتقد ان هذه هي الفرصه الاخيره. نعم. واي فشل لها ربما سيدفع دول التحالف العربي والحكومه اليمنيه الى اللجوء الى الحسم العسكري. السيد عارف اليافعي المحلل السياسي من الكويت، شكرا جزيلا لك.